رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قيمة الشهر عن التميز قيمة الأسبوع العطف على الصغير. أهداف الدرس لنا النهاردة يا حبايبي، أول حاجة أن تتعرف الطالبة على التلوين الصحيح دون خطأ، وده الهدف المعرفي. تاني حاجة أن تستشعر الطالبة بجماليات التلوين والألوان المتناسقة، وده الهدف القدامي. تالت حاجة أن تلون الطالبة رسمة صحفتي في قبوب مساكت، وده الهدف المهارة. مصطلحات درسنا النهاردة يا حبيباتي، أول حاجة الألوان الأساسية، طبعا احنا عارفينها الألوان الأساسية هي أول حاجة اللون الأحمر، تاني حاجة اللون الأصفر، تالت حاجة اللون الأزرق. طب ويا ميس ايه هي الألوان الثانوية؟ الألوان الثانوية أول حاجة اللون الأخضر، تاني حاجة اللون البرتقالي، تالت حاجة اللون الزرقسي. المصطلح التاني لدرسنا هو معنى ايه هي الألوان الحارة. الألوان الحارة الأحمر والأصفر والبرتقالي، أما الألوان الباردة هي لون الأزرق البنفسجي الأخضر. نيجي للأول سؤال لنا النهاردة في درسنا يا حبيباتي، هنحل في العشر ثواني وأكمل الفراغات بما يناسبها. يعتبر اللون نقط من الألوان الأساسية واللون نقط من الألوان الثانوية. يلا يا شطار جاوبوا على السؤال. جبتلكوا شوية بعض الصور لكوب المساجد عشان تعرفوا ازاي تلونوا بألوان ايه وطريقة التلوين الصحيحة والرسم. الأدوات اللي احنا بنستخدمها في درسنا النهاردة حبيبي، أول حاجة كراسة، تاني حاجة القلم الرصاص، ثالث حاجة المنحة، رابع حاجة المسطرة، خامس حاجة الألوان في المسطرة والألوان الخشبية. السلام عليكم. دلوقتي هنبدأ في التلوين. الرسمة بتاعتنا نحسم لها، أنا اخترت هرسم القبة باللونين دول. هلون الجزء ده باللون اهو الأصفر الغامق ده، والزيتي أو الأخضر الغامق ألونه كده. طبعا التلوين بيكون في اتجاه واحد، ما نسيبش فراغات بيضة أثناء التلوين كذلك. زي ما انتوا شايفين اهو لونت الأصفر، هاجي ألون في الجزء الكبير الأخضر الغامق اتجاه واحد، ما نتركش فراغات أثناء التلوين، ما نطلعش برا رسمتنا. الرسم نحافظ على رسمة نظيفة. خلصنا تلوين القبة، دلوقتي هنبدأ نلون المسجد من تحت الجزء ده. مش هتقل في اللون، هلونه خفيف بحيث ايه يختلف عن الالوان اللي فوق. التلوين في اتجاه واحد اهو اهو زي ما انتم شايفين. خلصنا تلوين الجزء ده، بس هنعمل الهلال بتاعنا. هنعمل الجزء ده باللون الاصفر بتاعنا الغامق اهو زي ما انتم شايفين. هعمل المأذنة دي بتاعتي باللون البني والأورنج. هنعمل الجزء ده والجزء ده والجزء ده باللون الأورنج. التلوين في اتجاه واحد، ما نتركش فراغات بيضة، ما نطلعش برا رسمتنا. خلصنا المزانة دي خلاص. في المسجد اللي ورا ده هستخدم اللونين دول، الأزرق يعني اللي ما بين الغامق والفاتح، والأصفر ما بين برضو الفاتح والغامق. خلصت التلوين في المسجد ده، هنبدأ نلون في القبة دي باللونين دول. هنلون
المأذنة دي باللون الرصاصي والبنفسجي. وبكده خلصنا رسمتنا النهاردة مع التلوين. شايفين تناسق في الألوان، مفيش فراغات بيض أثناء التلوين، مفيش ألوان طالعة بره الرسمة بتاعتي. كده الرسمة بتاعتي إن شاء الله لو عملناها في الامتحان بالطريقة اللي احنا بنقول عليها دي هناخد الدرجة النهائية. كده احنا خلصنا درسنا النهاردة، نقابلكم إن شاء الله الحصة اللي جاية في رسمة جديدة.